لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. متى كانت ومتى وقعت عبادة الأصنام في الحجاز؟ ومن المتسبب في ذلك؟ وكيف كان جزاؤه من جنس عمله؟ تعالوا أحبتي لنعرف القصة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من غير دين إبراهيم عمرو ابن لحي. أول من غير دين إبراهيم يعني الحنيفية التوحيد هو هذا الرجل المجرم عمرو ابن لحي، فهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام. يقول ابن هشام رحمه الله: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء اسم مكان وبها يومئذ العماليق، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وذكر الإمام السهيلي رحمه الله وغيره أنه كذلك أول من غير التلبية من الحنيفية إلى الإشراك. التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هكذا تلبية الأحناف. ثم زاد عليها هذا الرجل قوله: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فانحرف بهم إلى الشرك والعياذ بالله. كيف كان جزاء هذا الطاغوت وكيف كانت عقوبته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. يجر قصبه، القصب هي الأمعاء. قال المناوي رحمه الله: وتأمل كيف كان الجزاء من جنس العمل، لكونه استخرج من باطنه بدعة جر بها الجريرة إلى قومه، فكذلك يجر أمعاءه في النار، والجزاء من جنس العمل. جر على الأمة وعلى الناس الويلات من جراء عبادة الأصنام، فكانت العقوبة أنه يجر أمعاءه في نار جهنم والعياذ بالله. وتأمل في المشهد: الإنسان ربما يجري جراحة عاجلة بسبب تهتك في هذا الغشاء الذي تستمسك به الأمعاء في بطنه، فكيف إذا خرجت الأمعاء من البطن وكان يجرها والعياذ بالله تعالى، وليس على الأرض بل في نار جهنم، فكيف هو الألم وكيف هي العقوبة والجزاء من جنس العمل. وقصة أخرى وكما تدين تدان قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي قصة أصحاب الفيل. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الطير الأبابيل، الأبابيل في الأصل تطلق على حزمة الحطب، واستعملت واستخدمت واستعيرت لجماعة الطير، هذه الطيور التي أرسلها الله وسخرها لإهلاك هؤلاء. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي كزرع أكلته الدواب فراثته فيبس وتفرقت أجزاؤه. عندما تأكل الدواب الزرع ثم تخرجه بعد ذلك روثا، ثم يجف وتتفرق أجزاؤه وتتفرق أجزاؤه، كذلك جعل الله هؤلاء بهذه الصورة. وسنلحظ الآن العلاقة بين هذا وبين كون الجزاء من جنس العمل. فشبه تقطع أوصالهم بالعقوبة التي نزلت بهم بتفرق أجزاء الروث الذي نتج عن أكل الزرع. وهذه ليست
وهذا ليس بأمر مستبعد أن ترسل الطيور على جيش كبير عرمرم فتهلكه بقدرة الله، هذا ليس بمستبعد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالله يسلط ما يشاء على من يشاء. قال القاسمي في تفسيره: استولت الفأر على مدينة أبيرد، يحكي واقعة وصلت إليه وعلمها، ولعلها كانت في عصره، أن الفئران استولوا على هذه المدينة وأفسدت الزروع، ثم رجعوا إلى شط نهر جيحون، وأخذ كل فأر خشبة وركب عليها وعبر بها النهر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، نحن ضعفاء إخواني ونحن فقراء، لو سلطت علينا الهوام بل نوع واحد من الحشرات ما نستطيع الحياة. وتأملوا في قول الله عز وجل في قصة هذا الرجل اللعين، هذا أبرهة الأشرم، كان قد بنى كنيسة باليمن بصنعاء، وأمر الناس بالحج إليها ليصرفهم عن الحج إلى عن الكعبة إلى بيت الله الحرام، فكان أن قام بعض العرب ولطخها بالعذرة، فعزم أبرهة على هدم الكعبة وجهز هذا الجيش الكبير وأخذ معه الأفيال. ظلوا يتقدمون حتى وصلوا لوادي محسر، وهذا الوادي لا يزال موجود إلى الآن بين منى ومزدلفة. لذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي في الحج أمر الصحابة بالإسراع، يعني إذا يسر الله لك الحج، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا مبرورا، إذا وصلت، إذا انتهيت من أرض منى تبدأ حدود مزدلفة بعد ذلك، فالمسافة التي بين منى ومزدلفة هذه تسمى وادي محسر، من السنة الإسراع فيها، لأن هذا المكان أهلك الله فيه أبرهة وجنده وجيشه. لما وصلوا إلى هذا الوادي حبس الله عن مكة الفيل. قال ابن إسحاق: أرسل الله عليهم طيرا أمثال الخطاطيف، أي أنواع من الطيور، مع كل طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص، يعني في حجمها، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. قال: وليس كلهم أصابت، فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاء، وأصيب أبرهة في جسده فحملوه وخرجوا به معهم، وجعل يسقط جسمه أنملة أنملة حتى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. تأملوا في كون الجسد من جنس العمل، أراد هدم البيت حجرا حجرا فهدم الله بنيانه أنملة أنملة، أراد تصديع بيت الله فانصدع صدره عن قلبه، لما جاء مدلا بعدده وعدته عاد إلى بلاده كفرخ الطائر، والجزاء من جنس العمل. ثم كان هناك رجل يقال له أبو رغال، كانت ثقيف قد بعثته مع أبرهة ليدله على الطريق إلى مكة. انظر للفجور، يدل هذا المجرم على الطريق الذي يصل به لمكة ليهدم الكعبة، كيف كانت نهايته وكيف كان جزاؤه. لما وصل هذا المجرم إلى المغمس، اسم مكان أو المغمس، هلك هناك، فرجمت العرب قبره. قال جرير: إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. كانت العرب ترجم هذا القبر لأنه أعان على هدم الكعبة وجعلها أنقاضا وحجارة، فكذا يرجم قبره بالحجارة، والجزاء من جنس العمل. إخواني، رأينا في قصص اليوم في قصة عمرو بن لحي خطر أن يبتدئ الإنسان المنكر وأن يسن للناس الشر والبدعة، فإذا تتابع الناس من بعده عليها كان كل هذا الشر في ميزان سيئاته، والعياذ بالله، كما في الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا في واقعنا ربما يكون في رجل ما ربى أولاده على إقامة الصلاة، كان يتكاسل عنها ويتهاون بها فلا يصلي، أو ربما جمع صلاة إلى أخرى فنشأ أولاده كذلك لا يصلون، ولو وإن صلوا جمعوا الصلاة إلى الأخرى، فهذا في ميزان سيئاته لأنه الذي سن هذه الطريقة السيئة. كذلك المرأة الأخت المسلمة التي تتبرج وتخرج زينتها أمام الناس وتظهر بما لا يليق وما لا يجوز أمام المحارم، حتى ولو في بيتها أمام أقاربها كابن العم وابن الخال ومن لا يجوز له أن يخلو بها وأن يرى زينتها، هي تفعل ذلك وتتهاون بشرع الله عز وجل، فتنشأ بناتها كذلك،
وتنشأ البنات متحللات من شرع الله عز وجل، فهن في ميزان سيئاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو التي تخرج مثلا بحجاب متبرج، حجاب وليس بحجاب، حجاب لكنه ضيق يصف عظام المرأة أو حجم جسد المرأة، أو حجاب لكنه قصير، أو حجاب لكنه رقيق، فهي بذلك أيضا تسن سنة سيئة لكل من رأتها من النساء، فمن اقتدت بها فهي في ميزان سيئاتها والعياذ بالله تعالى. لذلك يا إخواني لنحذر أن نكون ممن يستفتح باب الشر وباب الضلالة وباب البدعة على الناس ولو على أهلنا وأولادنا. كن سباقا للخير وكن مفتاحا للخير، وادعو الله عز وجل بذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني مفتاحا للخير لا مغلاقا، اللهم اجعلني مفتاحا للخير لا مفتاحا للشر، ولا تجعلني مفتاحا للشر مغلاقا للخير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.